هرجع لك مرة تانية على الأستاذ محمد عزمي، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء والمسؤول عن استقبال المساعدات الإنسانية في مطار العريش. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. طمنا على الأحوال عندكم في العريش والمساعدات اللي بتوصل، وصلت من فين لحد دلوقتي؟ إحنا النهاردة استلمنا 5 طائرات من دول عربية تحمل أطنان من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية. 5 أطنان من المساعدات. خمس طائرات من المساعدات الغذائية والطبية. وأنا حاليا بكلم حضرتك من مطار العريش. جميل. الطيارات اللي جاية من المنطقة العربية ولا جاية من دول عربية والهند؟ هفردهم لحضرتك. النهاردة اجت طائرتين من دولة قطر. عظيم. وطائرة من الهند وطائرتين من الجزائر الشقيقة. هايل جدا. وبدأ تفريغ حمولة الطيارات وفرز وما إلى ذلك؟ احنا بالفعل كل ما طيارة بتوصل احنا بنفرغ الحمولة. عظيم. وبننقلها من المطار لمخازن حتى يتم التنسيق لفتح المعبر. عظيم جدا. اذا فالمعبر لازال مفتوحا والمساعدات بتتدفق للقطاع. يعني احنا عارفين ان النهاردة دخلت 40 تريلا. النهاردة تم التنسيق بين مصر والجانب الفلسطيني لإدخال 40 تريلا، وبالأمس دخل 20 تريلا. طب احنا شفنا كمان فيديوهات على شاحنات محملة بالوقود داخلة للقطاع. تمام حضرتك، معاك. تمام. أشكرك أستاذ محمد عزمي، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء والمسؤول عن استقبال المساعدات الإنسانية في مطار العريش.